بدات كطيح عليهم دوك النبال كيف الشتا، شافوا جنابهم ما لقاو والو، وبدا الجيش ديال المسلمين تينسحب بجزء بجزء، والغوات والخوف والهروب. اذا برسول الله تعيط لهم انا رسول الله هلموا الي عباد الله، حتى شي حد ما كيسمع. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سلام الله عليكم أينما كنتم يا متابعين يا كرام. هاد القلة القليلة اللي بقى مازال متبعاني حتى الحلقة 25 أحييكم وأهنئكم وسعداتكم، وأنا متيقنة أنتم اللي كتشاهدوني مازال حتى لهذه الحلقة 25 دخلتوا المحبة نتاع سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. هادشي اللي مخليكم أنكم تزيدوا تتابعوا إلى الحلقة الأخيرة، ما بقى لنا خلاص والو، الله يثبتنا جميعا. فخلي ما تطلش عليكم أكثر ونقول لكم لنبدأ. فمن بعد ما تم فتح مكة في الحلقة نتاع البارح ودخلوا الناس في دين مولانا أفواجا، غادي يسمع رسول الله بلي أنه القبائل كلها بغا تسلم إلا قبيلتان أوزان وثقيف بغاو يقتلوا رسول الله. جمعوا المقاتلين ديالهم وخرجوا باش يتلاقوا برسول الله في شهر شوال من السنة الثامنة من الهجرة، من بعد ما مكث الحبيب 19 يوم في مكة. غادي أمر الصحابة من جديد باش أنهم يستعدوا للقتال والخروج باش يواجهوا هوازم 10,000 اللي جاو معاه باش يفتحوا مكة. هما دابا مستعدين لهاد المعركة وغيتزاد عليهم 2000 رجل من دوك اللي يلاه سلموا وخرجوا باش يواجهوا هاد القبيلة اللي طغات وتكبرات واللي خرجت بالمقاتلين ديولها والعيالات ديولهم وولادهم واي حاجة تيملكوها. فهاد اللحظة غادي يعترضوا بعض الحكماء من عندهم على هاد الفعل وقالوا لا ما غاديش نتنازلوا، غادي نقاتلوا حتى النهاية. غادي يخرجوا لواحد المنطقه اللي سميتها اوباس، وخرج رسول الله مع المقاتلين ديالو غاديين الى حنين باش انهم يتلاقاو بهذيك القبيله. المعركه غادي تكون شرسه، هوازم خرجت باي حاجه كتملك، ورسول الله وصحابه خرجوا ب 12,000 مقاتل، واحد العدد اللي كان مهيب. هوازم غادي يوقفوا في واحد البلاصه قبل حنين اللي سميتها اوباس. الصحابه في طريقهم غادي يلقاو واحد الشجره اللي كانوا المشركون كيتبركوا بها، هاد الشجرة كانوا تيحطوا عليها المشركين السلاح ديالهم وكيدبحوا عندها وكيتبركوا بها في القتال. فهذوك اللي شافوا هاد الشجرة قالوا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، زعما ديك الشجرة اللي سميتها أنواط، يا رسول الله اجعل لنا شجرة بحالها. غضب رسول الله غضب دي كان شديد وقال الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قال لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هذا الفعل هو عبادة من دون الله، أنك قوم تجهلون لتتبعون سنن من كان من قبلكم، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. غضب رسول الله عليهم ولكن كانوا جاهلين والكلام اللي تيقولوا كان خطير. غادي يكملوا الصحابة في طريقهم وقال واحد منهم لن نغلب اليوم من القلة، العدد ديالنا كبير وما يقدرش حد منهم أنه يهزمنا. تعجبوا بالكثرة ديالهم ورسول الله كأنه نوعا ما زعجوا هذا الكلام، ولكن غادي يكمل السير ديالو باش يتلاقى مع هوازم في حنين. غادي يتقدم جيش المسلمين باتجاه حنين وبدا رسول الله تيعبأ في الجيش كيقادو كل واحد وبلاصتو. في الجيش كانوا الناس اللي الله سلموا وكثر الكلام ما بيناتهم انهم غدا منتصرون، هاد الكثرة والقوة حتى حد ما غادي يقدر علينا. فبالليل لما جهز النبي الجيش كان مالك بن عوف زعيم هوازم وثقيف حتى هو كيجهز الجيش ديالو، وامر باش انهم يتخبوا في اطراف حنين وما يبانوش، واذا اجتمعوا جيش المسلمين في الواد يخرجوا لهم على غفلة ويرميوا المسلمين دقة واحدة بالسهام والنبال. فعلا في الصباح غادي يتقدم جيش المسلمين ودخلوا لهذاك الوادي، شوية غادي يخرجوا المشركين من جناب ديال الوادي تيلوحوا عليهم النبال، والمسلمين ما عارفينش منين جايين ليهم من هبطن عليهم، بدات كطيح عليهم دوك النبال كيف الشتا، شافوا جنابهم ما لقاو والو، وبدا الجيش ديال المسلمين تينسحب بجزء بجزء، والغوات والخوف والهروب. اذا برسول الله تعيط لهم انا رسول الله هلموا الي عباد الله، حتى شي حد ما كيسمعوا الصراخ والناس يهربوا. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلن تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. مبقى من 12,000 إلا 9 ديال المقاتلين، تخيلوا معايا. وهنا غادي تبان الشجاعة ديال سيدنا رسول الله على البغلة ديالو اللي كانت يضربها وكيزيد بها القدام وتيقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، وها هو أبو سفيان غادي يشد بالبغلة ديالو تيمنعو
وتيقولي لا يا رسول الله شنو كدير، ما بغاش يمشي لا توقع ليه شي حاجة. قال العباس يا عباس نادي أصحاب السمرة. وهنا العباس غادي ينادي أصحاب رسول الله، فإذا بهم غادي يسمعوا الغوات والمنادي وعرفوا أن رسول الله من مراهم، غادي يلتفتوا بالجهد. قال فوالله لكان عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادهم، فقالوا يا لبيك يا لبيك. عرفتكم ما فهمتوش شنو هي السمرة؟ هي الشجرة اللي بيع من تحتها الصحابة الكرام نبيهم على الثبات وعدم الفرار إذا ما لقوا قريش عند الحديبية. غير هم سمعوا النداء غادي ينزلوا على الدواب ديالهم كأنهم فاقوا من داكشي اللي وقع ليهم، وبدوا كيجريوا لرسول الله لبيك لبيك رسول الله نفديك بآبائنا وأمهاتنا. في البداية كان بقى مع رسول الله غير تسعود، من بعد بدوا كيرجعوا المسلمين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها، أيه الملائكة بدأت كتنزل، وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. فإذا برسول الله تيشوف صحابه كيتجمعوا من جديد وكل شيء كيتراجع وبدأت المعركة، هنا تيقول رسول الله الآن حمي الوطيد ما نفعتهم مكيدتهم. من بعد ما مولانا نزل السكين على عبادهم المسلمين غادي ياخذ رسول الله حفنة من تراب وإذا به غادي يرميها على وجوه المشركين وغادي يقول الله أكبر شاهت الوجوه، وغادي يلتحموا الصفان وغادي تشتد المعركة. فإذا بالمشركين غادي يبدأوا يطيحوا واحد من مورا الآخر، والتكبير ها هو غادي كيرتفع. ربي علم المسلمين درس من أنهم ما تعنوش بالكثرة ديالكم دي ما كتعني والو مادام مولانا ما نصركمش. بان الضعف في الأول ولكن كان درس، والمسلمين رجعوا لعقلهم وتبتوا. المشركين تخلعوا والقادات ديالهم بدوا كينسحبوا وتبعوه المسلمين وما يهزموهم عياو ما يقاوموا، واغلب المشركين غادي يهربوا للطائف. وهنا امر رسول الله الصحابه ما يتبعوهمش للطائف حتى سالت المعركه. وتخيلوا المشركون غادي يخليو عيالاتهم وولادهم وحتى الغنائم ديالهم كلها. جابوا لرسول الله واحد المراه اللي سميتها شيماء بنت الحارث، قالوا لها انها اختك يا رسول الله. فعلا اختو من الرضاعة، كرمها رسول الله وفرش لها حوايجه ومن بعد تلقاها. لما جمع الغنائم غادي يحطها في واحد القنت وامر واحد من الصحابه انه يحضيها، وخذ الجيش وتبعوا المشركين للطائف. جيش المسلمين غادي ينطلقوا، غيمشي المقدمه ديالهم ابن الوليد بألف مقاتل، تبعهم رسول الله. ورغم انه يلا سالوا من واحد المعركه اللي كانت صعيبه، في هذا الوقت كان في عمر سيدنا الحبيب اكثر من 61 سنه، ومع ذلك امر باش انه يقاتل الناس حتى ان يشهد بان لا اله الا الله وانه رسول الله. مشى رسول الله مع أصحابه وصلوا الطائف وحصروا المشركين، ولكن كانوا متحصنين ورموا المسلمين بالنبال، وكاين منهم اللي تقتل. حاولوا المسلمين باش انهم يخترقوا داك الحصن ولكن ما قدروش. رسول الله غادي يحاول انه يحرق الاشجار ديالهم والاعناب ديالهم، وصفتوا ليه انشدوه الله الرحيم باش ما يحرقش الاعناب ديالنا ولا اشجارنا. فعلا ما غاديش يتقرب منها رسول الله، صبر ايام وليالي وقيل 20 الى 40 يوم، حتى غادي يصفت لهم اذا نزل لنا منكم شي حد فهو حر لوجه الله. غادي ينزلوا 23 رجل من ثقيف وهوازم سلموا نفوسهم وعفى عليهم النبي، وهكذا زعزع رسول الله الصفوف ديالهم. قال النبي لصحابه غدا غادي نرجعوا في حالنا. حزنوا الصحابة كيفاش نرجعوا وما هزمناهمش، قال لهم رسول الله إذا غدا نطلقوا. الصحابة لغد ليه غادي يحاولوا أنهم يخترقوا الحصن ورموهم بالنبال المشركين وما قدروش. رسول الله غادي يقول لهم غدا غادي نمشيو. فعلا لما صبح الصباح غادي يرجع رسول الله هو تيقول آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. فإذا بواحد من الصحابة غادي يقول لسيدنا رسول الله داعي على ثقيف يا رسول الله، قال الحبيب اللهم اهدي ثقيفا وآتي بهم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما داش عليهم بالخيب لكن بالهداية. من بعد ما رجع رسول الله من الطائف غادي يمشي باش أنه يقسم الغنائم ديال المشركين على المسلمين، وكانت الغنائم كثيرة. غيبدا رسول الله بالأشراف والرؤساء بدوا كيتجمعوا عليه الناس وقالوا إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فإذا بالأعراب كيتجمعوا حول رسول الله وهو تيوزع على الناس، وبلغ أنه الناس كاع وصلت بهم الدرجة أنهم تدافعوا وتعلق الرداء ديالو على الشجرة ونزع عليه وقال أيها الناس ردوا علي ردائي، فوالله لو كان عندي مثل عدد شجر تهامة نعما غادي نزرعها وتنقسمها عليكم وما تركت منها شيء، وما غادي تلقوني لا بخيلا ولا جبانا ولا كذابة. في هذه اللحظة الأنصار كانوا كيشوفوا في هذا المنظر بلي أنه رسول الله تقسم الغنائم على أهل مكة لي الله سلموا، وقالوا نسانا رسول الله. جاء سعد بن عبادة وقال لي يا رسول الله هذا الحي من الأنصار وجد في نفسه قسمت الغنائم على الناس ونسيتهم. قال ليه
وما تقول أنت يا سعد؟ قال ليه أنا رجل من قومي، تنقول داكشي اللي تيقولوه. قال ليه جمع لي القوم ديالك في هذا الحائط، غيدخلوا بعض المهاجرين من بين الأنصار وخلاهم رسول الله، وجات الباقية ومنعهم. هذا الاجتماع فقط خاص للأنصار حيتاش بقى فيهم الحال. لما اجتمعوا غادي يخطب ما بيناتهم رسول الله وغادي يقول: يا معشر الأنصار، ما قال وصلتني عليكم، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة وأغناكم الله، وأعداء وألف الله بين قلوبكم؟ كلهم قالوا: الله ورسوله آمن وأفضل. قال لهم رسول الله: يا معشر الأنصار، لو شئتم لقلتم، ولا صدقتم ولا صدقتم. أتيناك مكذبا فصدقناك، وطريدا فآويناك، ومخذولا فنصرناك، وعائلا فآسيناك. وهنا تيقولوا: الله ورسوله آمن وأفضل. وهبطوا ريوسهم وبدوا تيبكيوا. وقال رسول الله: يا معشر الأنصار، أوجدتم علي في لعاعة من الدنيا أمر تافه من الدنيا؟ تألفت بها قوما ليسلموا، ووكلتكم إلى إسلامكم. يا معشر الأنصار، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون إلى رحالكم برسول الله؟ فوالله الذي نفس محمد بيده، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. بدك يدعي لهم وهم تيبكيو وتيقول: سيدنا رسول الله، اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. قال: فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم، وقالوا: رضينا برسول الله قسما وحظا. ثم انصرف رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم يتفرقوا. غادي يخرجوا أخيرا الأنصار هم راضين برسول الله قسما وحظا: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هكذا حبوا الأنصار رسول الله وضحوا بنفسهم في جميع المعارك فداء لرسول الله. غير هما فقط خافوا لرسول الله أنه يكون نساهم، وما كانش هدفهم نهائيا حط من الدنيا. من بعد ما يكمل رسول الله توزيع الغنائم، تسنى المشركين الأيام وما جوش، داكشي باش رسول الله غادي يقسم الممتلكات ديالهم. من بعد عاد غادي تجي هوازم مسلمة، وخيرهم رسول الله بالأموال ديالهم والغنائم ديالهم وبين عيالتهم، وغادي يختاروا هاد الأخيرة العيالات ديالهم. قالوا ليه: يا رسول الله، راه فيهم العمات والخواتات والبنات، عتقهم. فعلا غادي يطلق السراح ديالهم وقال: واما الناس فاني لا املكهم. ولكن الصحابه لما شوفوا رسول الله كيعتق السبي غادي حتى هما يعتقوهم كاملين. من بعد غيعتمر رسول الله ورجع للمدينه ديالو، وهنا بدا تطهير الجزيره العربيه من الاوثان. فبدا كيصيفط السرايا، غادي يصيفط سريه اللي عليها عمر بن العاص، غيصيفطها لقبيله هديل، وكان عندهم سواع اللي هو واحد الصنم كيعبدوه من دون الله. غادي يصيفط هذه السريه ليهم. لما جاهم عمر بن العاص غادي يسولوا الخادم او الحارس ديال هذا الصنم، قال لي: ماذا ستفعل؟ قال لي: اني هادمه. قال ليه: ما تقدرش، كانوا تيخافوا من الاصنام. قال ليه ابن العاص: ويحك، راه غير حجر، ما كيضر ما كينفع. هدموا ابن العاص وامر صحابه باش انهم يهدموه، وغادي يسلم الحارس وسلموا الناس، وصفت زيد بن حارث المنات في ساحل البحر، وهدموا الاوثان، وصفت الامام علي لقبيله الطيء اللي غادي يقاوموه الناس، وهزمهم وهدم الوثن ديالهم اللي سميتو الفلس. كان مشهور عندهم آل حاتم الطائي كريم العرب، فإذا برسول الله ما كيقسمش آل حاتم. أما عدي بن حاتم هرب للشام وخلى أخته في مدينة رسول الله. أخته غادي تجي النهار الأول لعند رسول الله وقالت ليه: يا رسول الله، غاب الوفاد وانقطع الرادي، وأنا مرة كبيرة ما نقدرش على الخدمة، فمن علي من الله عليك. قال رسول الله: وما للوافد؟ قالت لي: خويا عادي هرب للشام. خلاها رسول الله وغادي ترجع عنده النهار الثاني. رسول الله عارف بلي أنها بنت حاتم الطائي كريم العرب، قالت ليه: يا رسول الله، غاب الوافد انقطع الوالد، فمن علي من الله عليك. ما جاوبهاش رسول الله، غادي ترجعوا عنده النهار الثالث، ومن عليها رسول الله وطلق صراحه وقال لها الامام علي: سالي رسول الله الحملان شي حاجه اللي تديك للقريه ديالك عند القوم ديالك. قالتها لرسول الله وغادي كرمها وعطاها علاش تركب، ومشات كتجري للشام عند خوها وقالت: يا عدي، اسرع الى رسول الله، فوالله فعل فعله لا يفعلها ابوك، يعني كرمني إكرام حتى أبوك ما يقدر يديرها معايا. يأتيه راغبا يا عدي، وأسرع عند رسول الله في المدينة. لما جاء عدي عند حبيب الله لقات يقرأ الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال عدي: ما عبدناهم يا رسول الله. قال لي رسول الله: أليس يحللون لكم الحرام وتحللونه وعكس هذا؟ قال: بلى يا رسول الله. قال لي: فتلك عبادتهم. من بعد قال ليه: يا عدي، أتعلم أن لا إله غير الله؟ قال ليه: لا. وش غدر إذا قلت لا إله إلا الله؟ لا.
واش غادي تضر اذا شهدتي اني رسول الله؟ غادي ينطق عادي وغادي يقول اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله، وسلم وتعلم الاسلام وجلس مع رسول الله كيتعلم منه الدين حتى قوي الاسلام ديالو. وقال رسول الله يا عدي ان طالت بك حياه لتراين الضعينه، زعما المسافره تخرج من الحيره الى الكعبه، لا تخاف الا الله ولا تراين كنوز كسرى تفتح، ولا تراين الرجل يعطي من ايده وكفه ذهب لا يقبله احد. تيقول عدي فعشت حتى رايت الضعينة تخرج من الحيرة إلى الكعبة لا تخاف إلا الله وكنت في من افتتح كنوز كسرى. وهكذا غادي يطهر الحبيب الجزيرة من الأوثان والأصنام والشرك. وهذه هي كانت حلقتنا الليلة، كنتمنى أنها تكون نالت إعجابكم. لكن قبل ما غادي تمشيو غادي نخلي لكم سؤال حلقتنا الليلة اللي هو كالتالي: في معركة حنين قال رسول الله للعباس عمو يا عباس نادي أصحاب السامورة، شنو هي هاد السامورة؟ راني شرحتها لكم، خليوا لي لتحت التعليق ديالكم، غادي نقراها. دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام سلام.